السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أقدم لكم الآيفون الفايف الأصلي البارة. هذا وصلتنا كميات من عنده والجهاز نظافة مية. راح أشوفكم جهازنا نظافته النظافة بالسوق. هذا جهازنا شوفوا نظافته، إذا أكو هيك نظافة كل العراق شوفوا هذا بالسوق. شوفوا فرق النظافة لأني أجهزة السوق الدين باعنا بخمسين 45. ها شوفوا نظافتين، شوفوا النظافة اللي عندنا. ها مثل ما تشوفون شوفوا هذا الجهاز ينزل كل البرامج. هاي مثل ما تشوفون، شوف لي قرب لي على نظافة الأجهزة الباقية. هذا اللون السيلفر، إذا ما يجيك هيجي لا تستنى المندوبة. جهاز أخو جديد آيفون 5 أمريكي أصلي. شوفوا كلهم جديد، كل عبارة عن جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآيفون الفايف الأصلي البارة. هذا وصلت كميات من عنده وجهاز نظافة. راح أشوفكم جهازنا نظافته نظافته بالسوق. هذا شوف نظافته، إذا أكو هيجي نظافة كل العراق شوف فرق النظافة. لأن أجهزة السوق تبيع على 50 45. شوف النظافة، شوف النظافة عندنا. شوف هذا الجهاز ينزل كل البرامج. شوف لي أربع نظافات أجهزة الباقي. هذا نفس الفرق، إذا ما يجي فيك شيء لا تستنى المندوب. جهاز أخو جديد آيفون 5 أمريكي أصلي. شوفوا كل جديد، كل عبارة عن جديد.